كثيرون هم المرضى الذين يحتاجون أعضاء بشرية لمتابعة حياتهم، وقليلون هم الذين يتبرعون بأعضاء موتاهم التي تعتبر مدخلاً للحياة لأشخاص آخرين، إما بحاجة ماسة لقرنية أو كلية عاملة أو أي شيء آخر. فهي صدقة جارية وعمل إنساني نبيل يشكر عليه المرء في الدنيا ويلقى ثواباً في الآخرة. نتابع معنا التقرير التالي من معنا. فكرة التبرع بالأعضاء ليست جديدة، لكنها باتت ضرورية جداً، وهي الفرصة الوحيدة لإنقاذ المئات من المرضى الذين ينتظرون دورهم في زراعة الأعضاء أملاً بالحياة من جديد. بتمنى أن يكون في هناك بنك خصوصاً للكلى، يعني ليس بنك بمفهوم الواحد يتبرع مقدماً، لا، هي الفكرة أنه الكلى بالذات لازم تنقل سريعاً من المتبرع إلى المتلقي. بقول بالنسبة للتبرع، التبرع اللي بده يتبرع بالأعضاء، يا ريت إنه كل واحد يعني بتوفى ابنه أو بتوفى شاب أو كذا يتبرع بالقرنية، يتبرع بالكلي، يحيي واحد ثاني، لأنه هاي الجثة رايحة للتراب لما أخذ الكلمة. فأشار الدكتور وليد الرواد مدير مستشفى معان الحكومي إلى أن عملية التبرع بالأعضاء هي دور إنساني يوفر فرصة الحياة لكثير من المرضى. هناك عدد لا بأس فيه يعانون من القرنية المخروطية وهم بحاجة ماسة إلى هذا التبرع، إلى التبرع بالأعضاء. فصحيح من هذا الموقع ومن هذا المنبر أنا بناشد كل أخواننا في محافظة معان، التبرع هو التبرع بالأعضاء، أنت تحل مشكلة إنسان مريض، أنت تنهي معاناة إنسان مريض سواء كانت بالكلى. طلابنا الذين يعانون من القرنية المخروطية هذه معاناة كبيرة، فأناشد عبر هذا المنبر جميع أخواننا إلى أن يهبوا إلى التبرع بالأعضاء. أولاً أدعو الله أن يتم عليهم الصحة والعافية للجميع، ولكن هناك بعض الظروف التي يمكن فيها التبرع، هذه الظروف أنت تنقذ فيها إنسان حياة إنسان آخر. ومع الحاجة المتزايدة للتبرع بالأعضاء فإن وجهات نظر المواطنين تختلف بين مؤيد ومعارض، ومنهم من ينتظر رأي الدين في ذلك. أنا لا، ضد التبرع بالأعضاء، لأنه الشخص اللي فقد الكلية عنده أو واحدة من أعضائه بيكون هاي إرادة رب العالمين، لو ربنا ما راد أنه يفقدها لكان ظلت معه. هو موضوع التبرع بالأعضاء كموضوع معين أنه فيه جدل حوله، لأنه من ناحية شرعية ممكن يعتبر أنه فيه تمثيل بجسم الإنسان، بس أنا برأيي الشخصي كموضوع تبرع بالأعضاء أكيد أنا بأيد هاي الفكرة، لأنه أول إشي بغض النظر أنها مساعدة إنسانية، أنا لو كان في عندي مشكلة بعضو معين كنت راح بتمنى أنه في حدا راح يتبرع لي. حدا من قرايبي أنه تبرع لهم طفل صغير بعد ما يعني توفى بغرض، تبرع بقنيته فساعدوا هذا الشخص على أنه يرجع نظره بشكل سليم بشكل ممتاز وأكمل حياته بالشكل الطبيعي. تحدث لنا مفتي مدينة معان مبينا رأي الدين في هذه القضية. نفس الإنسانية التي يمتلكها الإنسان هي ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى، لا يصح للإنسان أن يعتدي عليها لأي سبب من الأسباب ولا بأي طريقة من الطرق، غير أن الذي قرره العلماء المعتبرون في قضية التبرع بالأعضاء أنهم فرقوا بين صورتين، الصورة الأولى التبرع بالأعضاء قبل الموت، والصورة الثانية التبرع بالأعضاء بعد الموت. التبرع بالأعضاء قبل الموت، شرط الأول أن يكون المتبرع كامل الأهلية، ليس مجنونا ولا معتوها ولا قاصرا، والشرط الثاني ألا يضر أخذ هذا العضو المتبرع به ضررا يخل بحياة المتبرع العادية. يعيش الناس مشاعر صعبة عند فقدانهم لعزيز، لكن منح الحياة للآخرين قد تكون سببا من أبواب السعادة والثواب.